يا مساء الفل على كل مزارع وكل راعي وكل من كان في الارض ساعي، اهلا بيكم في المرشد الزراعي. النهارده هنتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمه جدا، وهو المبيدات الحيويه. يمكن لما بنتكلم على المبيدات خصوصا، وان المبيدات من المواد الكيميائيه اللي بتستخدم في الزراعه، واللي الافراط فيها دايما واحنا بنتكلم على الاسراف فيها والاستخدام الخاطئ بيؤدي الى مشاكل وكوارث زراعيه كبيره جدا، ممكن تؤدي في النهايه الى حرق المحصول، علاوه على المشاكل الصحيه اللي ممكن يتاذى بها الانسان وتتاذى بها الارض نفسها حتى لو مش هتقضي على المحصول كله. فكان هذا الملف من الملفات المهمه جدا اللي بنقول ان مناقشتها والتطرق ليها باستمرار هو احد اهم سبل سلامه الزراعه وسلامه استخدام العمليات الزراعيه، اللي منها طبعا استخدام وتطبيق المبيدات بشكل كبير جدا. النهارده هنتكلم عن المبيدات الحيويه، وايه هي المبيدات الحيويه وازاي نقدر نستخدمها، وهنتكلم او هنتطرق ايضا عن الخلط وطرق الخلط اللي كتير جدا يعني بيسالنا عليها. يمكن الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله كان بعض الموضوعات اللي كنا بنتكلم فيها كان بيكلمنا كتير جدا لما كنا بنتكلم عن التسميد، وقلنا ان دي حلقه تسميد مش حلقه مبيدات. فالنهارده الحمد لله حلقه المبيدات اللي فيها هنستقبل كل استفسارات حضراتكم واسئلتكم حول المبيدات الحيويه مع ضيفنا الكريم استاذ دكتور محمد ابراهيم، محمد احمد ابراهيم، استاذ المبيدات بقسم وقايه النبات بكليه الزراعه جامعه اسيوط. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. كنا بنتكلم دايما على سلامه الزراعه والمبيدات واستخدام المبيدات الكيميائيه. النهارده هنتكلم عن الحيويه والمبيدات الحيويه. خلينا نقول الاول للناس ايه هي المبيدات الحيويه وايه الفرق بينها وبين المبيدات اللي متعودين عليها. تمام، خلينا بس نبدا في البدايه نقول ايه اللي خلانا نفكر في المبيدات الحيويه. طبعا المبيدات بصفه عامه ليها دور مهم جدا في تقليل نسب الاصابه بالافات بصفه عامه، وبالتالي دوت بيزود الدخل، والفلاح بتاعنا او المزارع ذكي جدا عارف ان المبيدات بصفه عامه هو العلاج السحري للزرعة بتاعته في حالة إصابتها إصابة جديدة بالآفات الزراعية. ولكن للأسف الشديد طبعا نتيجة للإسراف في استخدام المبيدات، الاستخدام المتكرر في المبيدات، عدم الالتزام ببعض المعايير اللي المفروض يلتزم بها الفلاح والمزارع، أدى لوجود بعض المشاكل الخطيرة جدا بالنسبة لاستخدام المبيدات الكيميائية بصفة خاصة. يعني طبعا ظهور صفة المقاومة للآفات تجاه المبيدات، المشاكل الصحية، مشاكل خاصة بالتربة، بالصحة العامة، ده نتيجة للاستخدام الإسراف في استخدام المبيدات الكيميائية. فإحنا طول الوقت بندور على بدائل، البدائل دي تكون بدائل آمنة، وهنا الأمان أمان نسبي وليس أمان مطلق. بمعنى مفيش حاجة الأمان بتاعها أمان، يعني الأمان بتاعها 100% استحالة. المية أنت لو إسرفت في شرب المية ممكن يحصل تسمم ماء، وفي حالات كانت على الفيسبوك قريبة حد مات بسبب أنه شرب 2 لتر مية مرة واحدة، وانه شايف ان دي ماده مفيده لكن اسرف فيها وبالتالي حصلت مشاكل صحيه كبيره جدا. فالمبيدات الحيويه هي احد افضل البدائل الامنه لاستخدام المبيدات الكيميائيه. المبيد الحيوي بمعنى البسيط خالص بتاعه هو المبيد الكيميائي، ولكن الماده الفعاله عباره عن ماده حيويه او ماده طبيعيه او كائن حي، بكتيريا، بروتوزوا، فيروس، فطر، أقدر أستخدمه بصورة آمنة بديل للمبيد الكيماوي. طبعا في أقسام كتيرة جدا للمبيدات الحيوية. أول حاجة المبيدات اللي هي الميكروبية، اللي هي بيدخل المادة الفعالة فيها عبارة عن كائن حي دقيق زي الفيروس، البكتيريا، البروتوزوا، الفطر. الحاجة التانية المبيدات البيوكيميائية اللي بيدخل فيها مادة طبيعية، المادة الفعالة عبارة عن مادة طبيعية. النوع الثالث هي عبارة عن مواد مضافة بيتم إدماجها داخل النبات. بمعنى بكتيريا زي الباسيلا سيروجينسيس دي أحد أنواع المبيدات الحيوية مشهورة جدا. لو العلماء إن في جين هو المسؤول عن المادة السامة اللي بيعزى ليها موت الآفة، يعني كان حي طبيعي، فقدروا إن هم يعزلوا الجين دوت، وبطريقة وراثية عملوا إدماج داخل الجينات الخاصة بالنبات، فبقى النبات هو لوحده بيقاوم الآفة. ده بنسميه الهندسة الوراثية أو النباتات المهندسة أو المعدلة وراثيا، وإن كان في بعض المشاكل يعني عليها، ولكن ده نوع من أنواع المبيدات الحيوية أو الاتجاه للمبيدات الحيوية. الشائع في الاستخدام واللي احنا في مصر معروفة اللي هي المبيدات اللي هي البيوكيميائية
والمبيدات الميكروبية. طيب خلينا نقول انه برضو ما زال عندنا لحد دلوقتي ثقافة استخدام المبيد على طول، يعني انا اول ما هزرع كذا بحضر معايا مع المستلزمات بتاعتي ومستلزمات الانتاج الزراعي المبيد اللي هستخدمه للمحصول الفلاني. انت ايه رايك في الثقافه دي اصلا عموما؟ يعني هل المفروض ان احنا نبقى عاملين حسابنا من اول ما نزرع انه هنستخدم المبيد، ولا استخدام المبيد ليه يعني بشاير بتقول لي خلاص انا دلوقتي لازم استخدم مبيد؟ والله كخطه لازم يبقى حاطط في الاعتبار انه المحصول بتاعه ممكن يتصاب ب آفة حشرية أو آفة فطرية أو حشايش، فهو لازم يبقى مجهز المبيدات بتاعته، لكن مش هي دي القضية حقيقة. القضية لما أنت بتجهز المبيد بتاعك، هل أنت بتستخدم المبيد أو أنت حاطط المبيد اللي هو فعلا متخصص على الآفة؟ لأن في المناسب. بيكون مناسب طبعا. بعض الناس بتستخدم مبيدات حشرية على مرض فطري، ده غلط. بعض الناس بتستخدم مبيدات حشايش على آفات، ده غلط برضه. فهو التخصص، يعني انت شايف ان فيه او انت عارف، وطبعا الفلاح ذكي كده بيبقى عارف ان مثلا القطن ده بيتصاب بواحد واثنين وثلاثة واربعة، فهو بيبقى عارف ايه هي المبيدات الفعالة اللي هي موجودة على او لها فاعلية على الافات اللي هو بتتصاب بيه الزرعة بتاعته هو. فدي حاجة. الحاجة التانية لازم طبعا المبيد دوت يكون ليه خصائص معينة علشان يحصل على اعلى كفاءة واعلى فاعلية من المبيد دوت. لازم يكون من مكان موثوق فيه طبعا، لازم يكون يستخدم المعدل الموصى به تجاه الآفة ديت، لازم يقرا البطاقة الاستدلالية اللي هي على عبوة المبيد قراية كويسة جدا، لازم يقرا المادة الفعالة تركيزها قد ايه، لازم يعرف الخصائص الكيميائية والفيزيائية، هل المبيد دوت ليه درجة ذوبان عالية في المية ولا ملوش درجة ذوبان عالية في المية، اللي هي الاحتياطات اللي لازم ياخدها في حالة حدوث تسمم من المبيد دوت، تاريخ الانتهاء الصلاحية بتاعته، ده برضو من الحاجات المهمة جدا. هل ليه تأثيرات ضارة على بعض الكائنات الحية النافعة زي نحل العسل ولا ملوش؟ فلازم يقرأ المعدل أو البيانات أو المعلومات الخاصة للمبيد دوت على العبوة الموجودة. تاني حاجة طبعا بعد ما يستخدم المبيد وتمام، إزاي يقدر يتخلص تخلص آمن للعبوات ديت عشان ما يحصلش ليها ترسبات في التربة أو في المية ويتبقى لها أثر باقي شديد السمية على الكائنات الحية وعلى البيئة بصفة عامة. طيب احنا يعني برضو بيجي لنا كتير جدا من الاستفسارات حول الخلط، وهل يمكن ان انا اخلط بين الاثنين، بين البديل وبين المبيد الكيميائي ولا لا؟ انا شخصيا ما بحبش موضوع الخلط ده. ليه؟ لان انت لما بتخلط مبيد مثلا كيميائي مع مبيد حيوي، ومبيد حيوي هيتاثر، كفاءته هتقل مش هتزيد. طبعا. وبعدين انت عايز تخلط مثلا المبيد الكيميائي مع بعض اللي هي العناصر الصغرى او الاسمده، طب ما ده ممكن ياثر، لان في ابحاث طالعه دلوقتي بتقول ايه؟ بتقول نتيجه للاسراف في استخدام مبيدات وترسيبها او تواجدها في التربه قلل من امتصاص العناصر الغذائيه للنبات، يعني ليه تاثير ضار حتى كمان، مش كده وبس، ده بياثر كمان على الغرويات وبياثر على الكائنات الحيه الدقيقه النافعه الموجوده في التربه. فموضوع الخلط دوت انا ضده بصراحه. انت استخدم المبيد وبالمعدل الموجود بيه على العبوه. بعض الشركات بتطلع مبيدات هي خلطاها اوريدي، يعني هي حاطه مثلا الدلتا مسرين مع السباينوسات وحطاها بنسب معينه هي درساها، يعني انت ممكن تخلط الاثنين مع بعض ما يعملش اي مشاكل، ممكن يعمل مشاكل خطيره جدا. لكن ايه نسبه المبيد الاولاني مع نسبه المبيد الثاني عشان تحصل على افضل نتيجه؟ الشركات هي بتعمل تجارب طول الوقت، وبالتالي بتطلع بعض المركبات اللي هي عامله لها خلط جاهزه. يعني المبيد بيبقى جاهز جاي مخلوط جاهز، ده ما فيش اي منه مشاكل لانه بيبقى خلاص، وطبعا بيبقى عشان يتسجل في وزاره الزراعه متمثله في اللجنه الزراعيه بيعدي على اختبارات عديده جدا خاصه بالكفاءه والامان والشوائب المحيطه بالمبيد، واختبارات كتيره جدا جدا يعني. ولازم يقعد موسمين او يقعد سنتين علشان يتجرب ويتقال ان ده مبيد متسجل وامن في الاستخدام. فانا موضوع الخلط يعني انا ضده، انا افضل ان انت تستخدم المبيد كل واحد على حده، وهتستخدم سمات تستخدم السمات دوت على حده برضو علشان تحصل على افضل انتاجيه، ما يحصلش مشاكل او يحصل زيادة في الفعالية أقصى مما أنت تتوقعه ويأثر على البيئة، أو ما يحصلش فعالية خالص وتقل الفعالية وبالتالي ولا أكنك رشيت حاجة. صحيح.
طب امتى اقول انه لازم اتوقف دلوقتي عن استخدام المبيدات الكيميائيه واستخدم البديل الامن او البديل الحيوي؟ اول حاجه لو حصل، اولا لو انا رشيت المبيد وما جابش اي نتيجه، طبعا ده ليه اسباب عديده جدا، من اهمها ان السلاله اللي انت بترش عليها ظهر فيها صفه المقاومه تجاه المبيد دوت، فانا لازم تقف ما ترشش تاني خلاص. ليه؟ لان حصل مناعه، حصل مقاومه، وبالتالي مهما انت زودت، حتى لو زودت، اتجاه المقاومه هيبدا يزيد معاك. بمعنى انت لما تيجي ترش مبيد، البوبوليشن او التجانس الموجود عندك للافه في منها حساس وفي منها مقاوم، اي بوبوليشن او اي كائن حي، اي كثافه عدديه لاي كائن حي. فانت لما بترش المبيد بالتركيز الفلاني انت بتقضي على الافراد الحساسه، الحساس هو اللي بيموت الاول، بيبقى عندك المقاوم. المقاوم بيتكاثر يديك جيل تاني، الجيل التاني ده انت بترش عليه، الحساس بيموت، المقاوم بيقاوم يفضل حي، وهكذا. طول ما انت بترش انت بتوصل السلالة بتاعتك لدرجات مقاومة عالية جدا من نفس المبيد، او من نفس المبيد من نفس المجموعة. لا مش مبيد بس، انت ممكن تستخدم مبيد اخر ولكن من نفس مجموعة المبيد، هي نفس طريقة تأثيره. فالافضل ان انت تتجه ليه لاما مبيدات اخرى ليها طريقة تأثير مختلفة، لاما تتجه الى طرق بديلة امنة زي المبيدات الحيوية مثلا. اولا المبيد الحيوي ده بيبقى ليه مميزات كتيره جدا. اول حاجه امن على مطبق او اللي بيرش المبيدات، ده عباره عن كائن حي انا برش، اللي هي ماده سامه ولا ماده كيماويه، وبالتالي امن على اللي بيرش المبيد. اول واهم عنصر عندنا الانسان. بالظبط. تاني حاجه انه متخصص. يعني ايه متخصص؟ يعني معروف مثلا الباسيلوس يورجينسيس كريستاكي دوت ليه فعاليه عاليه جدا على الحشرات الحرشفيه او الافات حرشفيه الاجنحه اللي هي زي دود ورا القطن، اللي هي صوره دوده او يرقه ديت، فعال جدا عليها. الباسيلوس يورجينس اسرائيلينسيس او البي تي اي دي فعاله على افات الصحه العامه، على البعوض والذباب وهكذا. الميتا ريزيوم اللي هو برضو نوع من انواع الفطريات، قوي جدا او فعال جدا على الجراد مثلا. البافاريا باسيانا ده برضو من الفطريات اللي هي موجوده بصوره تجاريه وفعالة على الآفات اللي هي الثاقبة مصة، اللي هي زي المن والذباب البيضة والعنكبوت الأحمر وحاجات تانية كتيرة خالص. فهو متخصص أكتر من المبيد الكيماوي. المبيد الكيماوي أنت بيبقى فيه مدى واسع جدا من الآفات، وإن كان ده بقى في بعض الوقت ده أنا مطلوب برضو، يعني مطلوب يبقى أنا عندي مبيد، المبيد دوت يكون فعال على مدى واسع، اللي أنا مش بتصب بآفة واحدة بس، أنا بتصب بحاجات كتيرة جدا. الحاجة الثالثة البي اتش اي او فترة التحريم بتاعته تكاد تكون زيرو، تكون صفر، عكس المبيدات الكيماوية، وبالتالي درجة امانه عالية. انت ممكن ترش البي تي دلوقتي تاني يوم تحصد المحصول وتبيعه، عكس المبيد الكيماوي. المبيد الكيماوي لازم تستنى فترة، لازم تستنى الفترة ديت، ودي بالايام ممكن تقعد بالشهور في بعض المبيدات، وبالتالي فترة الامان وفترة التحريم بتاعته قليلة جدا جدا، قد لا تذكر. وبالتالي ثالث حاجة أو رابع حاجة أنا ممكن أضيفها، إنه هو يفضل استخدام المبيدات الحيوية في المحاصيل التصديرية. إن طبعا زي ما أنت عارف لما بتصدري لأوروبا ولا أمريكا ولا حتى دول الخليج، بتطلب منك إن متبقيات المبيدات ما تكونش موجودة أو موجودة ولكن بحدود أقل من الحدود المسموح بها، علشان الأمان في البلاد دي. فدي برضو من الحاجات برضو المهمة جدا. فدي كلها عوامل بتخليني او بتحفز المزارع او الفلاح انه يقبل على استخدام المبيدات الحيويه عن استخدامه للمبيدات الكيميائيه. هل هناك بعض الاستخدامات للمبيدات يمكن كان في مشكله عالميه، يعني يمكن حضرتك تابعتها اكيد، بخصوص محصول البطاطس في بعض البراندات العالميه، انه هي بتستخدم مثلا مبيد محرم دوليا ومحرم استخدامه اصلا، لكن بتستخدمه لفترة معينة لما بيروح منه التأثير وبتبدأ تطلعه من المزرعة. هل عندنا بعض الآفات ممكن فعلا نستخدم ليها بعض المبيدات السامة بهذه الطريقة؟ أو عندنا فعلا مزارعين، أنا مش عايز أقول صغار المزارعين لأن أعتقد أن صغار المزارعين فئة قليلة مش جدا، هي لكن هي فئة قليلة اللي ممكن تعمل ده بهدف التربح، بهدف أن هي يعني يبقى المحصول بتاعها بمواصفات معينة، سواء كان للتصدير سواء كان لبعض البراندات زي ما هذا البراند الشهير يعني أثيرت مشكلته. يعني أنت شايف ده إزاي؟ أنت شايف القضية دي إزاي؟ وشايف القلة القليلة اللي ممكن تستخدم بعض المبيدات المحرمة دولياً السامة بهذه الطريقة، شايفهم بأي عين؟ أولاً هو في الفترة ديت
مش هيقدر يعمل الكلام ده تاني خلاص. ليه؟ لان انت محطوط طبقا لمرجعيات دوليه بتفرض عليك شروط معينه، طبقت الشروط ديت هيسمح ليك بالتصدير. ولكن قبل ما هتصدر انت لازم هتعمل تحليل لمتبقيات المبيدات، انت مجبر تعمل تحليل لمتبقيات المبيدات الموجوده في المحصول دوت، ولازم تتبع الستاندرد او المواصفات القياسيه للدوله اللي انت هتصدر ليها. في حال لو ثبت، وطبعا هما سواء كان في المعمل المركزي للكيو كاب اللي هو المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات في الاغذيه، او عندهم هما الاجهزه عاليه الدقه، الحساسيه بتاعتها بتصل لاجزاء اجزاء اجزاء من المبيد الموجود عندك، فانت ما تفتكرش ان انت هتقدر تعدي من القصص ديت، لان في ضوابط. الضوابط ديت وانت قبلها بتكون عارف، برضو انت قبلها بتبقى عارف ايه هي حتى المبيدات اللي انت ممكن تستخدمها لو المحصول بتاعك ده هو التصديري، فانت لازم تبقى ملتزم بيها. عنده مواصفات ومعايير بالظبط طبعا، كل حاجه فيه شفافيه دلوقتي، وكل حاجه انت عارفها بما فيها المعدلات، بما فيها احيانا بيقول لك يجبرك تستخدم مبيدات حيويه لو في اختيارات ما بين مبيد كيماوي وحيوي، بيفضل المبيد الحيوي طبعا لانه امانه اعلى. ولكن لو انت استخدمت مبيد كيماوي سواء كان مهرب او كان مخشوش او بمعدلات اعلى من الموصى بيها، الموضوع ده هيتكشف على طول، سواء كان بتحليل متبقيات المبيدات في المعامل اللي هي المصريه اللي هي تضاهي المعامل الكبيره في العالم كله، او في المعامل الموجوده في الدوله اللي انت هتصدر ليها، وبالتالي هتمنع تصدير ويبقى في عقوبات كمان عليك، مش هيبقى العمليه هتعدي بسهوله. هل في عقوبات رادعه فعلا استخدام المبيدات المحرمه؟ طبعا طبعا طبعا، وده على طول بيكتشفها المعمل المركزي المبيدات، بيطلعها على طول بالتركيز بالكميه بكل شيء بيطلعها هو. وطبعا بتبقى مشكله كبيره بالنسبه ليه بيفكر يعمل حاجه زي كده. جميل. طيب خلينا نتكلم عن المكافحه. أي احد سبل او طرق المكافحه هي المكافحه المتكامله. يعني ايه المكافحه المتكامله، وازاي اقدر استخدم فيها المبيد الحيوي علشان اوصل للاستفاده المثلى منها يعني؟ اول حاجه المكافحه المتكامله ببساطه شديده هي توليفه من عده طرق، من طرق المكافحه سواء كانت مكافحه زراعيه، ميكانيكيه، تشريعيه، بيولوجيه، والملاذ الاخير ليا انا هي المكافحه الكيميائيه باستخدام المبيدات الكيميائيه. بمعنى ان انا اول حاجه اولا لازم اعمل عمليه رصد وتقصي للزرعه بتاعتي مرتين او ثلاثه على الاقل في الاسبوع. لقيت في بعض اللطع، في بعض اليرقات، فأس حديث، او في طرق سهله جدا اقدر اعملها بايديا، مش لازم ارش على طول ابدا اجيب بره الشاشه وارش المبيد لا، في طرق كده بسيطه ممكن تتعمل وفلاحين عارفينها، لكن يعني احيانا بيكسلوا، احيانا بتبقى العمليه فيها فلوس عاليه شويه، ولكن في طرق زي الطرق الزراعيه اللي هي البسيطه جدا، انا اقطف حشائش مثلا، انا ممكن اجيب 3 4 وابدا اشيل الحشائش دي اول باول الموجوده في الزراعه بتاعتي، مش محتاج ان استخدم حشائش. اللطع البيض اقدر، خاصه لو انا عامل رصد، فاول ظهور للقطع دي بتبقى بكميات قليله، لكن طبعا لو انت اهملت لا، انت هتخش في مراحل تانية خالص، خاصه لو انت دخلت في مراحل الاوت بريك او زياده كبيره في تعداد الافه، هنا واجب عليك بقى تخش بالمبيد الكيميائي. ليه؟ لان انت لو سبت الموضوع على الوضع دوت زي ما انت سايبه قبل كده هوت، هتحصل مشكله خطيره جدا، ممكن تصل لفقد المحصول 100%. المبيد الحيوي بيخش من ضمن اللي هي الطرق اللي انت بتستخدمها في المكافحه، وذكرنا قلت قبل كده ان هي مكافحه نظيفه ملهاش اي تاثير على الكائنات الحيه اللي حواليها، ملهاش تاثير على التاثير الضار يذكر يعني على نحل العسل، على المفترسات، على الطفيليات، حيوانات المزرعه، على التربه، تستخدم كائن حي ما بتستخدمش ماده سامه. فديت الفكره ان انت لو استخدمت مبيدات حيويه دوت، انت كده بتزود الامان، وفي نفس الوقت تقدر تحصد المحصول بتاعك في اقرب فرصه ان انت تقدر تسوقه وتحصل على نتائج مكاسب من المحصول بتاعك في فتره قليله. شايف الاخطاء اللي ممكن يقع فيها المزارع اثناء تطبيق المبيدات عموما بترجع لورا، ولا ما زال عندنا بعض الاخطاء كل مدى بتظهر؟ احقاقا للحق لا، هي بصراحه في التطور، وموضوع اللي هو النصايح المتكرره ودور لجنه المبيدات وزاره الزراعه
الارشاد الزراعي، البرامج والقناه بتاعتكم بسم الله ما شاء الله طول الوقت هي بتقدم نصايح وارشادات مهمه جدا، المواقع الالكترونيه الموثوق فيها، مواقع التواصل الاجتماعي طول الوقت بتقدم ارشادات ونصايح، احيانا بيبقى في اتصالات تليفونيه بياخد المعلومه او بياخد حل المشكله مباشره على الهواء. فالحاجات دي اتطورت من ترشيد استخدام المبيدات الكيميائيه. الفلاح برضو واجه بعض المشكلات نتيجه ليه في حاجات كتيره ما كانش واضحه قدامه، او نتيجه ليه مش هقول قله الوعي ولكن الكسل، او ان الثقافه كانت مش في اتجاه ان هو ياخد باله من الامان من استخدام المبيدات الكيميائيه، بيتبع اللي متعود عليه وخلاص. بالظبط كده. لكن دلوقتي لا، دلوقتي هو بياخد باله، بيقرا البطاقه الاستدلاليه، بيلتزم الى حد ما بالمعدل الموصى به لاستخدام المبيدات ديت، لان هو بيجرب وبيشوف. أكيد. بيستخدم مبيد بتركيز مثلا خاص به هو، فبيلاقي يا اما مفيش اي نتيجه، لا اما في نتائج بس نتائج مأثرة على الحاجات التانية، مأثرة على البيئة المحيطة به. فهو في تطور، والتطور ده بيزيد شوية بشوية، واحنا الخبراء في مجال المبيدات او في مجال قطاع الزراعة بصفة عامة طول الوقت احنا بنطور برضو، والمعلومات والارشادات دايما بنقدمها للمزارع والفلاح المصري، اللي الهدف في الاخر ان احنا بنطور، كلنا شغالين عشان نطور قطاع الزراعه. طب بما انك اتكلمت عن التطوير بقى والابحاث، خلينا نتكلم عن احدث ما توصل اليه ملف المبيدات في مصر في الفتره الحاليه. دلوقتي معظم الابحاث بتتجه لاستخدام المبيدات او البدائل الامنه لاستخدام المبيدات، اللي منها بعض انواع المبيدات الحيويه، ولكن الماده الفعاله مخلقه حديثا. طبعا لاسباب اللي هي الابان بتاعها، ففي بعض المركبات اللي بيستخدم اللي هي زي منظمات النمو الحشريه، دي عباره عن مركبات جديده، دي عباره عن مركبات، المركبات دي شبيهه بالكيميكالز اللي هي او المواد الكيماويه اللي هي بتنظم دوره حياه الحشره، لكن هي مواد مبيدات، مواد يعني مواد مخلقه. وبالتالي لما بتتعرض الحشره ليها بتعتقد ان هو دوت الماده الطبيعيه، لكن مش ماده طبيعيه، دي ماده ليها تأثيرات ضارة على الآفة، وبالتالي ده نوع من الاتجاهات. الفرمونات اللي هي الجنسية الجديدة اللي هي تم اكتشافها، بعض المبيدات اللي هي الكيميائية، ولكن طبقا للمعايير الدولية الحديثة دلوقتي لإنتاج المبيد الكيماوي، زي ما انت عارفة دلوقتي إنتاج مبيد كيماوي بقى أصبح شبه مستحيل، لأنه طبعا تكلفة عالية جدا وبياخد فترات زمنية طويلة جدا علشان تطلع مبيد كيماوي. إذا اللي انت لقيت مبيد كيماوي تم اجراء التجارب اللي عليه وخد ابروفال او خد اوكي من الموافقه من الجهات اللي هي الدوليه بما فيهم الجهات اللي هي الخاصه اللي هي تابعة لوزاره الزراعه زي لجنه المبيدات الزراعيه، فده برضو بيعتبر اتجاه جديد او مبيد جديد يمكن استخدامه في الاتجاهات الحديثه او اللي هي ممكن تستخدمها في مكافحه الافات، خاصه ان انت عندك بقى تظهر عندك مجموعه من الافات ما كانتش موجوده قبل كده اهوت، وبتسبب مشاكل خطيره. ففي الدول اللي موجوده فيها الافات ديت هم بيستخدموا ليهم طرق خاصه بيهم. طبعا في تعاون دايما مشترك ما بين الدول ديت واحنا معاهم برضه نفس القصه، فاحنا بناخد الخبرات ديت، بناخد ايه هي افضل الطرق باقل امكانيه علشان ما يكلفش الفلاح فلوس كتيره او ما يحجمش عن شراء المركب دوت او المبيد دوت او البديل الامن دوت، فده بيؤخذ فيه الحسبان بالنسبه للاتجاهات الحديثه في مكافحه الافات. جميل. طيب خلينا ناخد استاذ محمود من اسماعيليه. استاذ محمود اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم، معاك تحت امرك يا فندم، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا استاذ محمود. حضرتك بالنسبه للشحن بتخش من الناحيه بتاع المبيدات، بالنسبه للشحنه الايجابيه فيها متبقيات مبيدات المفروض تتهدم ما تنزلش السوق المحلي. هي ايه اللي فيها متبقيات مبيدات المفروض تتعدم؟ معلش تاني. يعني الشحنه اللي بدخلها المعهد تحت المبيدات ده لو طلع فيها متبقيات ما تنزلش السوق المحلي، المفروض تنعدم. اللي داخله معهد ايه؟ يعني انت تقصد ان في بعض المتبقيات المبيدات لما بيثبت تم اثبات ان هي موجوده المفروض الشحنه دي تتعدم، لا تبقى لا في الداخل ولا في الخارج، ده اللي تقصده؟ عادي مسؤول يا دكتور، الله ينور عليك. عودي مسؤول. طيب تمام ماشي. طيب بشكرك. اي حاجه تاني ولا تمام كده؟ لا مش هكلمك. تمام شكرا جزيلا. طيب هو طبعا علشان نبقى منصفين،
المبيدات اللي هي باللون الأحمر أو شديدة الخطورة بحلول نهاية السنة دي هتبقى مش موجودة في مصر. فدي مبدئيا. الحاجة التانية في حالة، وطبعا في رقابة شديدة جدا على المحاصيل التصديرية، مش هتبقى موجودة أصلا. بالظبط. فديت مهمة جدا، لأنك أنت دلوقتي أنت بتصدر، ده فيها مش بس أنت بس المفروض تكسب، لا ده فيها سمعة بلد كمان. فدي برضو في رقابة شديدة جدا على المحاصيل التصديرية. ألا وإن حصل، وده كان ممكن يحصل في الماضي، إن هي بيبقى فيه شحنات بيحصل فيها متبقيات أعلى من الحدود القصوى المسموح بيها، فديت لا بتخش لبره ولا بتطلع ولا جوه ولا بره، خلاص هي بتتعدم وبيتم التخلص منها بالطرق الخاصة اللي هي معروفة لوزارة الزراعة. فأنت تطمن إن أنت لكن أنت برضو كمزارع لازم تاخد بالك، برضو أنت برضو ممكن ما يكونش المحصول بتاعك تصديري، ولكن لازم تاخد بالك أثناء رش المبيد أنك تلتزم بالاستخدام الأمثل للمبيد. المشكلة مش في المبيد على فكرة، العالم كله بيستخدم مبيدات، أمريكا، كندا، اليابان، ألمانيا، كل الدول بتستخدم مبيدات. التطبيق نفسه، التطبيق والاستخدام. أنت هل أنت أديك مثال، مثلا إحنا بنستخدم سنويا أو بنستهلك سنويا 10,000 طن مبيدات. عدد السكان كام؟ 100 مليون مثلا، واللي في 500 مليون، تقسيم ال 10,000 على ال 100 يديك ايه؟ يديك 100 جرام للفرد، يعني ما يوازي 100 جرام للفرد. عارف المعدل العالمي كام؟ 385. احنا حتى في احنا اقل. والرقم دوت تقريبا شبه ثابت اخر بتاع 5-6 سنين كمان. ده وان دل ده يدل ان في استدامه في استجابه طبعا الفلاحين والمزارعين، ودي حاجه يشكروا عليها وعايزين المزيد طبعا. الحاجة التانية ان احنا الاجراءات بتاعتنا الى حد ما مظبوطة، واحنا بنطورها برضو علشان زيادة الوعي، لان الوعي ده مهم جدا مهما احنا اتكلمنا ومهما احنا قلنا ومهما، لكن الفلاح الثقافة بتاعته ثابتة ما مش قابل تتغير، هتبقى المشكلة موجودة. لكن طول ما احنا بنزود الوعي بالحجة والبرهان والاثباتات، الفلاح بيتطور برضه وبيفهم اكتر، وبالتالي ده في النهايه بيصب في صالحه وفي صالح مصر. جميل. طيب خلينا ناخد استاذ ابو العيون من اسيوط. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. معلش ممكن تعلي صوتك شويه؟ بحي حاسكم بحي جسدي شويه. اهلا بيك، اهلا بيك يا فندم. والله انا ليا ان هل يمكن اضافه حمض التدريك على بعض المبيدات لخفض حموضه محلول الرش؟ دي حته. الحته الثانيه ان عايزين حضراتكم تعملوا لقاءات مع جماعه الدكاتره بتوع اسيوط ومراكز البحوث ومحطه البحوث ملو واسيوط، عشان نعرف لو عايزين معلومه ناخدها منين، لان مشوار القاهره بعد عليها. ده من عندكم بقى جماعه اسيوط؟ اه. عايز احط البحوث بقى. بحس عارف العوامل بتاع اسيوط وتحط بحس الشلوي عليه. طيب حاضر. بس طيب معلش قول لي بس تاني، انت عايز تخلط ايه بايه؟ عايزين يعني هل ممكن استريك على محلول الرش لخفض الحموضه تحت المحلول؟ حمض استريك. طيب حاضر حاضر. عندك اي سؤال تاني؟ لا شكرا استاذ. شكرا. بشكرك، شكرا جزيلا. خلينا اول نرد على الخلط. طبعا انت بتقول عايز تضيف حمض ستريك على المحلول عشان تخفض الحموضه. انت كده بتزود، ما بتخفضش، انت كده بتزود الحموضه. لا، انت عايز تقلل الحموضه تضيف ماده قلويه مثلا بيكربونات الصوديوم مثلا فتقلل الحموضه. خدي بالك موضوع الميه اللي بتدوبي فيها المبيد علشان الرش مهمه جدا. اولا لو انت هتاخد من ميه الترعه لازم تاخد بالك ان الميه تكون لا اما متعادله لا اما اقرب للتعادل، اللي هي حمضيه ولا هي قلويه، لان ده هياثر على كفاءه المبيد. الحاجه الثانيه لو انت بتاخد من مياه جوفيه خاصه المناطق المستصلحه حديثا فمصدر الميه مياه جوفيه، تاخد بالك ان الملوحه تختلف عن الحموضه، الملوحه لا تزيد عن 650 جزء في المليون. لو زادت عن كده خد بالك الفاعليه بتاعت المبيد بتاعك هتقل. ميه الحنفيه ما يفضلش خالص بقى. ليه؟ فيها الكلور. الكلور دوت اساسا خاصه مع المبيدات الحيويه بالذات، الكلور دوت اساسا محطوط علشان يقضي على الكائنات الحيه الدقيقه الموجوده في الميه، او لو انت بقى يعني مضطر ان تستخدم ميه الحنفيه
ابنا كونتينر كبير وسيبه فتره بحيث انه يحصل تبخير للكلور وبالتالي تقدر تستغل لو انت مضطر. لكن الثلاث شروط اللي انا قلتها ديت بالنسبه لميه الترعه او بالنسبه للمياه الجوفيه او بالنسبه لميه الحنفيه لازم تاخد بالك منها اذا انت كنت عايز تحصل على اعلى كفاءه للمبيد. لكن انت تضيف حمض عشان تزود حموضه او تقلل الحموضه، لا انت كده بتزود ما بتقللش، انت كده بتزود ما بتقللش الحموضه، وده هيأثر بالسلب على كفاءه المبيد وعلى النبات اللي انت بترش عليه المبيد. جميل. طيب خلينا ناخد استاذ رأفت من كفر الشيخ. استاذ رأفت اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا استاذ رأفت. سيادتك انا زارع زرع رز 5 فدان ونص. حلو. سيادتك انا عندي جود موبايل فيها سيادتك عسليه وخيمين ورشيته مزبلان ومزبلان ما عملش نتيجه خالص. ما فيش. وديدو دي وبارك عندنا وبارك يعني بسم الله ما شاء الله لو احنا رشناها لو حبيت حتى لو ايه ما فيش دويان بس بتحوش فيها خالص. ماشي يعني احنا رشينا كذا رشه لدودة وبارك ما عملتش اي حاجه خالص. طيب عايز تسالوا اي حاجه اي سؤال؟ لا تمام. انت انت بتستخدمش الا مبيد الدورسبان بس ولا في حاجات ثانيه جربتها؟ ما عملتش اي حاجه خالص للعصبيه ولا للميه. طيب ماشي. طيب بشكرك، شكرا جزيلا حاج رأفت. مبيد الدرسبان دوت قتل بحثا وقتل رشا على من القطن وحشرات اللي هي الثقبه ماسه بصفه عامه زي المان والزغاوة البيضاء والعنكبوت الاحمر وما شابه يعني. فانا من رايي شايف ان الـ 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 الاصابه اللي عندك ديت حصل ليها صفه المقاومه او بدات مش هتتاثر تاني لانها خلاص بقت مقاومه لمبيد الدرسبان، لان انت واضح ان انت بترش الدرسبان ده على طول طول الوقت. كان المفروض ان انت ما جابش نتيجه بتستخدم مركبات تانية زي مثلا ابامكتين، زي مثلا ايمامكتين بنزوات، زي مثلا مبيدات مجموعه النيونكتينويد زي الاميدا كلوبرايت السايوميزكسام، دي كلها مبيدات بديله عن الدرسبان والفاعليه بتاعتها عاليه وخاصه للحشرات اللي هي الثقبه مصر زي المن اللي هو. فانا بنصحه انه يتوقف عن رش الدرسبان طالما ما بيجيبش نتيجه عنده. اي كانت الاسباب، هل هو جابه من مكان موثوق او ما جابش، بيستخدم ايه المعدل، اي كانت الاسباب، ويبدا يستخدم مبيدات اللي انا ذكرتها زي الابامكتين، زي الايمامكتين بنزوات، زي الاميدا كلوبرايد، زي السيوميزكسام، زي الدينوتيفرن. دي مبيدات متوفره ومن مجاميع مختلفه، وبالتالي مش هيبقى الحشرة أو الآفة مقاومة ليها، اوريدي هي مقاومة لمجموعة مختلفة خالص، وبالتالي إن شاء الله يبقى ليها فعالية على حشرة المن اللي بتسبب ندوة عسلية عنده في محصول القرن إن شاء الله. طيب خلينا ناخد كمان أستاذ سامح من الشرقية. أستاذ سامح أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، اتفضل تحت أمرك. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا أستاذ سامح، اتفضل. الله يخليك يا فندم. بس عايز اسال الدكتور عن حاجه مهمه جدا عندنا هنا كل الفلاحين بقوا اطباق فيها يعني. ايه هي طيب؟ فيها يعني لما نرش المبيد بميه ميه بحر اللي هي بحر البقر دي، ولا لازم ميه نظيفه مثلا من الابار او ميه مكرره ولا ايه؟ طيب هو احنا كنا لسه بنتكلم في دلوقتي بس حاضر هعيدها لك تاني. مفيش مشاكل. حاضر بشكرك يا استاذ سامح، شكرا جزيلا. طيب هنقول له بقى حكايه الميه تاني. طيب انت دلوقتي اللي قدامك ايا كان مصدر الميه، ميه الترعه مثلا هنقول من الشرقيه مش طب ماشي يعني ممكن ميه الترعه، ميه الترعه ديت انت عايز الى حد ما تعادل الميه طبعا نتيجه للصرف الزراعي والصرف الصحي والصرف الصناعي وكل المصارف ديت، دي بتزود الحموضه بتاعت الايه بتاعت الميه. فلو انت عايز تقلل الحموضه ضيف لها ماده يعني ضيف لها ماده بيكربونات دوت الى حد ما، احنا برضو عايزين نصل للتعادل، لا هي تبقى محمل حمضيه قوي ولا هي تبقى قلويه قوي، احنا عايزين حاجه في البي اتش تكون في الحدود اللي هي 7 على تكون مناسبه. فانت حاول تضيف في الميه ديت شويه بيكربونات الى حد ما هيتوصل للرقم التعادل او درجه التعادل، هنا هتكون الميه ديت مناسبه اللي انت تخفف بيها المبيد بتاعك. طبعا ما اعرفش اذا عندك مياه جوفيه ولا لا،
لكن لو كان برضو موجود فيه تاخد بالك ان الميه ديت الملوحه بتاعتها ما تكونش عاليه خالص، او ان انت يفضل ليك تجيب ميه الحنفيه، ولكن لو فيها كلور عالي سيب الكونتينر او سيب الميه ديت فتره لحد لما يتبخر الكلور. حتى احنا بنيجي نشرب ميه من الحنفيه ونلاقي فيه كلور واضح بنسيبها فتره كده لحد ما الكلور يتبخر ونشرب بعد كده، هي نفس الفكره بالظبط. فانت حاول لو انت ما قدامكش مصدر تاني للميه غير ميه الحنفيه، وده اعتقد موجوده يعني، فانت لو في ملاحظ ان في كلور استنى شويه لحد ما الكلور يتبخر وبعد كده استخدم المبيد بتاعك، ولكن طبعا لازم يكون مبيد موصى بيه بتستخدمه بالمعدل الموصى بيه، لان موضوع الميه دوت ده جزء من الكل، في عوامل تانية بتاثر على كفاءه المبيد. طيب خلينا نتكلم عن استراتيجيه 2030. يمكن لما من 10 سنين فاتت كنا بنتكلم كانت النتائج مختلفه تماما عن من 5 سنين عن النهارده. اكيد. فهل احنا النهارده نقدر نقول في ملف المبيدات او في مجال المبيدات ان احنا ماشيين بمعدلات منخفضه لاستخدام المبيدات، فبحلول 2030 الحال هيبقى عامل ازاي؟ بصي حضرتك، بنهايه السنه دي في تقريبا 6-7% من المبيدات الموجوده في مصر اللي هي بتاخد اللي هي اللون الاحمر اللي هي شديده الخطوره ديت مش هتستخدم تاني، هتختفي خالص. هتختفي خلاص. ادي واحد. اتنين، وزاره الزراعه حاطه خطه لحد 2030 ان هي هيتم خفض بصفه عامه بقى المبيدات الكيميائيه واستبدالها بمبيدات حيويه حتى تصل ل 50% من حجم المبيدات الموجوده، ده بحلول 2030 بعد 7 سنين، فترة مش بعيدة على فكرة طبعا. وبالتالي دوت المردود بتاعه البيئي على الصحة العامة وعلى وعلى الأمان البيئي وعلى ده هيبقى عالي جدا بالنسبة للخطط. في خطط تانية طبعا اللي هي الخطط اللي هي خاصة بالبرامج الإرشادية، الندوات، الحقول الحقلية اللي هي التجارب الحقلية أو المدارس الحقلية، إن أنا بروح للمزارع او بجيبه عندي في منطقه وابدا اوري له بعينيه ان هو يشوف بعينيه ازاي انا بحضر التركيز او المعدل، ازاي انا بقرا البطاقه الاستدلاليه للمبيد، ازاي انا برش المبيد، ازاي انا بعمل صيانه للرشاشه قبل موضوع الرش، ازاي انا بتخلص من عبوات المبيد التخلص الامن، يشوف بعينيه، لان لما بيشوف بعينيه ده بيسهل حاجات تانية كتيره خالص. والهدف برجع اقول الهدف الاول والاخير ان فاعليه المبيد تكون عاليه على الافه، والامان يكون متواجد بصفه قويه جدا على الكائنات الحيه اللي حوالين الافه ديت. جميل. طيب طبعا يعني احنا خلاص قربنا يعني دقيقتين تقريبا على الختام، بس مش هينفع نقفل بقى لما نقول النصايح المعهوده بتاعت حضرتك في الوقت الحالي لتطبيق المبيدات او لاستخدام المبيدات. اولا لازم المبيد ما تجيبوش الا من مصدر موثوق فيه. المصدر الموثوق، نعيد تاني ونقول ان المصدر الموثوق يا اما تاجر انت واثق فيه جربت منه المبيدات دي قبل كده وثبت ان هو فعال المبيدات بتاعته، ادي واحد، يا اما من الجمعيه الزراعيه، يا اما من مديريه الزراعه، يا اما من الاداره الزراعيه، دي الجهات اللي انا اثق فيها. غير كده لا لا. الحاجه الثانيه، مهما المبيد. كانت المغريات، مهما كانت طبعا وسائل الدعايه، بيقول له ان السعر مخفض وان بنبيع لك المبيد في احجام صغيره تستخدم للزرعه يعني في الفتره ديت، مش محتاج انت تجيب المبيدات العملاقه اللي هي باللتر واللترين، وان يعني النتائج وكذا برضو دي واحده من الطرق يعني طرق الدعايه. الزراعه، لجنه المبيدات الزراعيه واضحه في القصه ديت والكلام واضح جدا. المبيدات الموصى بيه هي اللي تستخدمها اذا كنت انت عايز تحصل على اعلى انتاجيه. عايز حاجه ثانيه، ده قصه ثانيه خالص. الحاجه كده يبقى انت متحمل المسؤوليه كامله بالظبط. ما تجيش تشتكي وتقول اصل المبيد مش فعال، اصل المبيد حصل فيه مشاكل، اصل الثمار كلها اتحرقت، اصل طبعا احنا بنقول اهو. الحاجه الثانيه، البطاقه الاستدلاليه لازم تقراها كويس جدا، ده عامل زي الرقم القومي كده لكل شخص، المبيد ليه بطاقه استدلاليه، لازم تقرا الاسم والتاريخ الميلاد، ولازم نفس الحكايه بالنسبه لتاريخ انتهاء الصلاحيه، استخدمش مبيد تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعته عدى من 10 سنين، طب ده هيبقى شديد السميه على النبات وعلى البيئه طبعا. وبعد كده اذا وجد لك الاختيار ما بين مبيد كيميائي ومبيد حيوي طبقا لتوصيات وزاره الزراعه، اختار المبيد الحيوي. انت عندك دوت الحشد الخريفيه على سبيل المثال، وزاره الزراعه موصيه بثمان مركبات، منهم اثنين مبيدات حيوي منهم اثنين مبيدات حيويه اللي هو الباسيلوس سيرجنسيس كريستاكي والاماميكتين بنزوات. البي تي دوت بمعدل 400 جرام للفدان،
وإمامكتن بنزوات بمعدل 80 جرام للفدان. إذا الاختيار موجود قدامك الأفضلية تروح للمبيد الحيوي للمميزات اللي احنا قلناها قبل كده. عود تاني حاجة رش المبيد، التوقيت اللي بترش فيه المبيد، لإما في الصباح الباكر قبل ما الشمس تطلع أو قبل الغروب بساعة، لأن وجود أشعة الشمس والحرارة دي بتأثر على فعالية المبيد. احنا بنتكلم على إنها تحصل على أفضل فعالية، انت ممكن ترش في أي وقت لكن هل الفعالية هتبقى 100%؟ لا، لكن أنا بقول لك اللي هي الروشيتا إزاي تحصل على أعلى فعالية من المبيد، لأن حرام المبيد أنت اشتريته في عمالة بترش وقفت حالك يوم علشان ترش، فإحنا عايزينك تصل لأعلى كفاءة من رش المبيدات ديت. بعد كده رشيته تمام التمام، تخلص من عبوات المبيدات ديت، لإما بتقطع العبوة ديت أو بتحرقها بس في مكان بعيد خالص عن تواجد الحيوانات المزرعة والناس وكده هوت، أو اللي أنت بتدفنها على مسافات معروفة طبعا اللي هي لا تقل عن 50 سنتي، لو أنت في مكان فيه استصلاح حديث لازم تاخد بالك ما يكونش قريب من مصادر مياه جوفية. بعض الشركات دول بتعمل إعادة تدوير، ممكن تاخد منك المخلفات بتاعت المبيدات العبوات ديت وإعادة تدويرها بصناعة مواسير للصرف الصحي والكهرباء والحاجات ديت، فديت كلها حاجات لازم تاخد بالك منها. لو انت في نحال جنبك في خلايا نحل لازم تبلغه قبلها ب 48 ساعة، ما ينفعش تفاجئه كده وانت بترش المبيدات، ده هيأثر عليك وهيأثر عليه هو برضه، فانت لازم تبلغه قبلها ب 48 ساعة عشان ياخد احتياطاته أثناء رشك انت للمبيدات. عارف يجينا مشكلة كتير بمناسبة المبيدات المستخدمة من وزارة الزراعة برضو، دي نقطة أخيرة بس خلينا نختم بيها، إنه بيبقى المنتج نفسه عليه استيكر أو علامة تجارية مخشوشة ومكتوب تحتها إنه هو مصرح به من وزارة الزراعة، وبيبقى التيكت ده كله على بعضه أصلا مضروب يعني أو مخشوش. ما هو طبعا يعرفوا ازاي بقى، بس يعني بجانب ان هو يعني لازم يجيب من الاماكن الثلاثة اللي حضرتك ذكرتها، هي دي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يفرق بيها ولا في طريقة تانية؟ لا، هو بتبقى العبوات اللي هي بتطلع من او بتوصى بيها وزارة الزراعة بيبقى فيها رقم تسجيل تسجيل المبيد، دي حاجة. الحاجة التانية بيبقى فيها زي باركود او علامة مائية كده يقدر هو يتأكد منها. بخلاف احنا قلنا لازم ما يجيبش الا من مصدر موثوق فيه ومعروف. يعني احنا حتى الحياه اليوميه بتاعتنا فيه لو هيجيب لحمه ولا يجيب مش عارف لبن ولا ده بيروح لمصادر موثوق فيها، استحاله انا اجرب صحيح. واحد انا ما اعرفوش، فدي الحاجات ديت مهمه جدا. صحيح. الى حد ما في تطور شويه دلوقتي في موضوع اللي هو الليبل، ان الشركات اللي بتغش يعني فاكرين نفسهم اذكياء شويه فبيحاولوا يطوروا من نفسهم برضو، ولكن هي في رقابه من لجنة المبيدات على الموضوع دوت، في حملات مكثفة على لسه أنا سمع أن في ضبطوا طن مبيدات مخشوشة، في مبيدات مهربة كمان الأخطر وأخطر كمان. فهو لازم ياخد باله أن المبيد دوت أول حاجة الشركة المصنع المبيد، ثاني حاجة رقم التسجيل، تسجيل المبيد ده في وزارة الزراعة، لازم يبقى عارف العلامة الباركود أو العلامة المائية الموجودة في المركب دوت، ولو انت جربت المبيد وما طلعش ليه اي تاثير او ليه تاثير شديد السميه يعني انت بقى ايه عليك بقى وعلى ان انت تشتكي للجهات الرسميه في القصه ديت وهي هتتصرف في الموضوع دوت، وما تجيبش تاني من التاجر دوت ويرجع للراجل او التاجر او المؤسسه اللي انت تثق فيها لشراء المبيدات الموثوق فيها. جميل، أنا بشكرك جدا، حلقة مميزة فيها كتير الحقيقة من المعلومات المهمة اللي كنا عايزين نتطرق ليها بخصوص ملف المبيدات واستفسارات وأسئلة حضراتكم عن المبيدات. بشكرك جدا أستاذ دكتور محمد أحمد إبراهيم أستاذ المبيدات بقسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة أسيوط، نورتنا وشرفتنا فيها. شكرا جزيلا، والشكر دائما وأبدا موصول لحضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم بكرة وأشوفكم دايما في المرشد الزراعي بخير وأمان وسلام. وسلام.